بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت كنا ذاكرنا مع بعض ايه؟ ذاكرنا مع بعض الدبل لينك ليست، وعرفنا ان الدبل لينك ليست بتحتوي على ايه؟ على مجموعة نودز. خلينا نقول ان احنا عندنا دبل لينك ليست فيها 3 نود. طبعا كل نود انت عارف انها فيها فاليو ونكست وبريفيوس، صح ولا غلط؟ صح الكلام. فيها 3 حاجات اهو، تمام؟ فيها ايه؟ البريفيوس والنكست، ودي الفاليو، وليكن هنا في ايه؟ في وليكن 20، تمام؟ هنا برضو فيها البريفيوس والنكست، فيها الفاليو وليكن 10، وهنا برضو فيها البريفيوس وهنا النكست، وفي هنا كام؟ وليكن 50. دي ايه؟ دي الفاليو، صح؟ قلنا اول واحده البريفيوس، اللي قبليها مفيش حاجه قبليها، فبتشاور على ايه؟ بتشاور على نل، تمام؟ والنكست بتشاور على اللي بعديه، تمام؟ البريفيوس بتشاور على اللي قبليها، اللي قبليها ديت، فبتشاور عليها. طب النكست هنا بتشاور على اللي بعديه. طب البريفيوس بتاعت ديت بتشاور على اللي قبليه. طب النكست بتاعت ديت بتشاور على نل، لان مفيش حاجه بعد. وكانت حاجه بسيطه جدا من غير اي مشاكل خالص، مفيش اي مشكله. عاوزين السيناريو ده، لو انت كنت مذاكر معايا او انت كنت متفرج على الفيديو بتاع الامبلمنتيشن بتاع اللينكد ليست، هتفهم الدبل لينكد ليست والامبلمنتيشن بتاعه بكل سهوله خالص، تمام؟ طبعا احنا المره اللي فاتت شفنا دبل لينكد ليست وماشيه ازاي، والانسيرت والابديت والديليت والسيلكت والكلام ده كله شفناه واتكلمنا عليه، وكده اتكلمنا على البيج اورينتيشن والكلام ده كله، وشفنا الديفرنس بين اللينكد ليست، او لسه هنشوفه، هنشوف ان شاء الله الفرق بين اللينكد ليست والدبل لينكد ليست، هنشوفه ان شاء الله في فيديو جاي باذن الله. فالموضوع ما اعتقدش ان فيه اي صعوبه خالص. عاوزين بقى السيناريو ده نطبقه. طبعا لو انت برضو اتفرجت معايا على الفيديو بتاع اللينكد ليست، مش الدبل، لا اللينكد ليست، قلت لك في سي بلس بلس هنروح نعمل سيمبل سيناريو نمشي عليه عشان نفهم الدنيا ماشيه ازاي. هنبني احنا اللينك الدبل لينكد ليست بايدينا. هنبنيها بايه؟ هنبنيها بايدينا. طبعا مش هنبنيها كلها، هنبني حاجه سيمبل منها. هنبني حاجه سيمبل منها عشان نفهم الدنيا. كل واحده من دي اسمها ايه؟ اسمها نود. فيها بريفيوس ونكست وفاليو. فانا اهو هروح اعمل كلاس، انت واحد فاهم او بي. كلاس هقول له مثلا ايه؟ هسميها نود برضو. فيها ايه؟ هحطها تحت بابليك. تمام؟ هقول له عندك انت فاليو، ممكن تخليها سترنج لو النود دي بتشيل ايه، عاوز تشيل سترنج اي ده طيب للفاليو انت عاوز تحطها حطها. عندك هعمل نود استريك بوينتر بيشاور على ايه؟ بيشاور على النكست، او خليها البريفيوس، خليها ايه؟ خليها البريفيوس. ونود ثانيه هتشاور على النكست. كده احنا خلصنا اللي احنا عاوزين نعمله، تمام؟ خلينا نعرف 3 نود. ان 1 دي الفيرست، او ايه؟ اف 1 ايكوال نيو نود، تمام؟ اهو، ودي اهي ودي اهي. هقول له اس 2 اللي هي السكند، وهنا ايه؟ التي 3 اللي هي السيرد. كده عندي 3 نود، كل نود فيها فاليو وبريفيوس ونكست. نيجي على اول واحده اف 1، والسهم ده هقول له ايه؟ البريفيوس بتاعها بيشاور على ايه؟ هقول له بيشاور على النل، لان حضرتك لو جيت معايا هنا اهو، لو جيت معايا هنا هتلاقي ان اول واحده البريفيوس بتاعها بيشاور على اللي قبليها، اللي قبلها فاضي، اذا بيساوي نل، تمام؟
والاف 1 النكست بتاعها، النكست بتاعها الشرعه اللي بعديها، اللي بعدها اللي هو ايه، اللي هو السكند، اللي هي ديت. اذا خلال ايكوال ايه، ايكوال اس 2. طب الفاليو اف 1 الفاليو بتاعتها ايكوال الرقم اللي احنا عاوزينه اللي هو 20. كده اول واحده خلصناها اللي هي اول نود. البريفيوس بالشرعه اللي قبلها اللي هي نال، النكست بالشرعه اللي بعديها اللي هي النود الثانيه اللي احنا عاملينها هنا اللي هي اس 2، والفاليو 20. تمام، هناخد دول نعملهم لايه؟ نعملهم لاس 2. اه اس 2، اس 2 الفاليو بتاعها كام؟ 10. اس 2 الفاليو بتاعتها 10. تمام، البريفيوس بتاعها، البريفيوس بتاعها بالشرعه اللي قبليها، اللي قبليها ايه؟ اللي هي اس 1 او اف اف 1 قصدي، اف 1 اللي هي اول ايه؟ اللي هي اول واحده اهي. فاروح هنا اقول له هنا اف 1. طب النكست بتاعها بيشاور على اللي بعديها اللي هي ايه؟ اه الاس 2 اهي، اللي بعديها اللي هي ايه؟ التي 3 اللي هي الثيرد. اهو كده احنا خلصنا تاني نوب. على فكره انا مش بقى ايه؟ انا مش حافظ ولا بعمل حاجه غريبه، انا بشوف على الرسم. اهو عندنا اخر واحده اللي هي ايه؟ التي 3 دي اللي هشتغل عليها. تمام اهو التي 3 الفاليو بتاعتها كام؟ هروح اشوف الفاليو بتاعتها 50 اهي. تمام حلو، التي 3 البريفيس بتاعتها اللي هي اللي قبليها، التي 3 البريفيس اللي قبليه، البريفيس بتاعتها بتشاور على اللي قبليها، اللي قبليها اللي هي كام؟ اللي هي النود اللي قبليها اللي هي السكند. فهروح اجيب اس 2 كده بتشاور على السكند. طيب التي 3 النكست بتاعها، النكست بتاعها ما وراهاش حاجه، ما فيهاش حاجه، ما فيش حاجه بعديها، اذا بتشاور على ايه؟ بتشاور على نار. اذا انا بقرا من الرسم كده احنا بنينا دبل لينكد ليست بكل بساطه من غير اي مشاكل، من غير اي مشاكل خالص، من غير اي ايه؟ من غير اي مشاكل خالص. حلو الكلام، حلو الكلام. طبعا الموضوع بسيط، موضوع سهل، موضوع فهم. المره اللي فاتت عرفنا الاستراكشر ماشي ازاي، فهمناه، شفنا الانسيرت والابديت ودي بتعمل انسيرت ازاي وايه السريع وايه اللي مش سريع والكلام ده كله، وشفناها في اللينكد ليست برده. فالحاجات دي كلها اهم حاجه انك تفهمها وتفهم الاستراكشر ماشي ازاي. عملت لك تطبيق سيمبل خالص اهو عشان برضو تفهم الدنيا ماشيه ازاي. كده احنا مش كده احنا ايه؟ كده احنا بنينا دبل لينكد ليست. حلو الكلام، حلو الكلام. طبعا قلت لك لو انت هتيجي تشتغل هتلاقي في حاجات جاهزه ايه؟ بتستخدمها على طول من غير اي مشاكل. تمام؟ ده بالنسبه لايه؟ للسي بلس بلس. لو رحنا في الجافا عشان نشوف دبل لينكد ليست مبنيه في الجافا مش هنلاقي، لو دبل لينكد ليست مش هتلاقي. فانت ممكن انت اللي تروح تبني الدبل لينكد ليست بايديك، او تستدعي حاجه موجوده على جوجل كلاس تنزله وتحطه وتستخدمه. زي مثلا لو رحت هنا وكتبت دبل لينكد ليست، فهو شرحها لي هنا، وهتلاقي تحت شايف اهو عمل دبل لينكد ليست وقال لك فيها جواها نود، فيها ايتم، الايتم ده اللي هو الفاليو، والبريفيز والنكست، وهتلاقي بقى مجموعه فانكشن انت ممكن تقدر تستخدمها. وهنا برضو عامل لك تيستنج بسيط. هنا عامل لك برضو سيمبل سيناريو، لو عاوز تعمل برنت للنود، لو عاوز هنا تعمل اد لنود، لو عاوز تعمل خلاص مفيش حاجه ثانيه. هو عامل بس تو فانكشن، حاجه بسيطه جدا عشان يفهمك. تمام؟ فكل الفكره، وزي ما بقول لك طبعا انت لو عاوز تطبقه جافا خد الكود ده كوبي بيست وابدا اشتغل عليه. الموضوع مش ايه؟ مش صعب، اكنها حاجه جاهزه. ولو انت بصيت على فكره على الكود هنا، لو انت بصيت على الكود ده هتفهمه، لان الموضوع فيه مش هتلاقي فيه صعوبه خالص. شوف يعني مثلا حاجه من الحاجات، انا اول مره والله اقرا الكود ده، يعني انا فتحته بس ما قريتهوش. بس لو جينا نقول ايه؟ لو الهيد ايكوال ايكوال نال، الهيد فين الهيد؟ هو بيقول هنا لو الهيد ايكوال ايكوال نال يبقى الليست امبتي، الليست ما فيهاش حاجه. هو ايه؟ هو محددها بحاجه اسمها هيد. الهيد ديت لو ايه؟ لو بنال يبقى الايه؟ يبقى اف ليست از امبتي، الهيد والتيل هيبقوا ايه؟ بيشاوروا على ني نود. هيشاور على ايه؟ على ني نود. فالهيد خلاها بتساوي التيل بتساوي الني نود اللي جايه لي. اهي الني نود. تمام؟ الني نود دي نود عملت لها اوبجكت عن طريق كونستراكتور، وبسيط ايه؟ وبسيط الايتم اللي هي الفاليو. فهو هيروح على النود عن طريق الكونستراكتور،
اه هيحط في الايتم اللي موجوده في النوت، هيحط في الايتم اللي هو ايه اللي هو بعتها تاني تاني عشان الناس تفهم. هو دلوقتي عندك هنا ده كلاس النود، في الايتم اللي هي الفاليو والبريفيوس والنكست. حلو، ودي كونستراكتور بياخد ايتم فاليو بيحطها في الايتم الموجود عندي في النود، فيها مشكله ده او بي. تمام، عندي نود اسمها هيد وتيل، بيقول لك انيشاليز بالانيشال، يعني الهيد والتيل بنال، يعني باي انيشال مديها قيمه ايه؟ قيمه نال. في الاد نود لو انت عاوز تضيف نود، بتدي له فاليو، بتدي له بس الفاليو اللي هي الايتم، عاوز تحط كام؟ 10 مثلا. فهو خد ال 10 ديت بعتها في الكونستراكتور اللي هو ده عشان يبدا يحط في النود بتاعته الايتم بنفس الايتم اللي انت بعتها له، بعت له 10 هياخد ال 10 ويحطها هنا. حلو، لو الهيد ايكوال ايكوال نال اذا الايه؟ اذا الدبل لينكد ليست امبتي. تمام؟ فهيخلي الهيد بتساوي التيل بتساوي النود بتاعتك اهي. ما هو رجع لك كده ايه؟ هنا لما اديت له الايتم رجع لك نود. هيحط البريفيوس بنال لانها اول واحده، فحط البريفيوس اللي قبليها اهو، مش دي اول واحده؟ ركز معايا، مش دي اول واحده اهي؟ اول واحده هل بيشاور على حاجه؟ البريفيوس بتاعتها بنال. تمام، والنكست بتاعتها برضه النكست هتكون بنال. ليه هتكون بنال؟ لان هو دلوقتي بيضيف اول عنصر، يعني دلوقتي اعتبر دول مش موجودين، احنا واقفين لغايه هنا اهو، اكننا عملنا نود اهي فيها بريفيوس وفاليو ونكست. تمام، دي البريفيوس اهي ودي الفاليو ودي النكست. تمام، البريفيوس مش قبلها حاجه فبتشاور على نال، طب النكست برضه بعدها حاجه فبتشاور على نال، عشان كده بيقول لك هنا هو عمل ايه؟ هنا لو هي امبتي فانت بتضيف عنصر واحد في الايه؟ في دبل لينك ليست بتاعتك، فهو هيكون عنصر واحد، فلو هو عنصر واحد فهيشاور قبليه بنال وبعديه بنال. تمام، طب لو جينا بقى هنا ركز معايا، لو جينا هنا طب إلس لو هي مش ام بي تي، اذا النكست هتشاور عن نيو نود، يعني انا ضفت واحده هنا كمان، ضفت واحده هنا اهو. تمام، ديت البريفيوس ودي الايه النكست ودي ايه ودي الفاليو، فعمل ايه؟ التيل دوت نكست دي كانت بتاعت الاولانيه، التيل ديت بتمثل الاولانيه. تمام، فخلى النكست بتاعها بيشاور على ايه؟ على اللي بعديها اللي هو ده. حلو، وخلى البريفيوس بتاعها او النود النيو نود اللي انا ضفتها النيو نود ديت اللي انا ضفتها بتشاور اهو البريفيوس بتاعها بتشاور على اللي قبليها. تمام، اهو بيشاور على ايه؟ على اللي بعديها. ما التيل ديت التيل ديت اللي هي الايه؟ اول نود كنا واقفين عليها، فهو خلى ايه؟ خلى التيل دوت نكست النكست بتاعها بيشاور على اللي بعديها اللي هي ديت اللي هي النيو ايه؟ النيو نود اهي، دي النيو نود. تمام، طب النيو نود البريفيوس بتاعها، دي النيو، البريفيوس بتاعها بيشاور على اللي قبليها اللي هي التيل. تمام، وخلى التيل بقى اللي بيكون اخر حاجه واقف عليها بتساوي ايه؟ ديت. تمام، التيل دوت نكست دي بقت التيل، يبقى النكست بتاعها بيشاور على النار، فهي عباره عن ايه؟ زي الجيم بالظبط، اكنك جيم وبتلعبها. لو واحد عاوز يفهم ايه التيل، التيل ديت بتشاور على اخر عنصر موجود في الايه؟ في الدبل لينك ليست بتاعتي. تمام، ده كان شرح لكود بسيط جدا، عشان برضو لو حد بيقول انا ما بعرفش افهم الكود اللي موجود في جوجل، الموضوع بسيط جدا ما فيهوش اي مشاكل خالص. كده يا جماعه احنا شرحنا الدبل لينك ليست بكل بساطه ومن غير اي مشاكل، اهم حاجه تكون فاهم الاستراكشر ماشي ازاي وبتبنيه ازاي عشان تقدر تفهم او تقدر تستخدمه بكل بساطه. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، احسب لك لينك الفيسبوك ولينك الان تحت في الديسكريبشن، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.